وصفة تشيز كيك، بس رح نعملها بالكبايات، وكمان رح نعملها بطريقة كتير سهلة وغير التشيز كيك العادية. طبعا رح نعمل تشيز كيك البارد مش يلي بالفرن، وكمان رح نعملها بطريقة كتير سهلة بدون الجلو وبدون حتى كريم خفق، وبمكونات كتير بسيطة وموجودة بكل بيت. لنعمل هالنوع من التشيز كيك على طريقتي الخاصة، نحن بحاجة ل طبعا بالعادة بحطوا بسكوت مطحون، أنا حبيت اليوم جيب كورن فليكس وحنطحنه مع شوية زبدة. المهم إنه تكون الزبدة بحرارة الغرفة، يعني تكون شوي دايبة، أو إذا بدكم تسوحوها على الآخر تصير مي كمان ما في أي مشكلة. هلأ للتشيز كيك نحن بحاجة ل جبنة مثل الكيري قابلة للدهن، بدنا حوالي 4 إلى 5 قطع، وبدنا معلقة كبيرة لبنة، وبدنا حوالي معلقة كبيرة سكر بودرة. ليكو هول المكونات كلياتهم حسب قد ايه نحن بنحب نسبة الطعم فيها تبين اكتر، يعني هيدي الوصفة فينا نتحكم بمقاديرها مثل ما نحن بنحب، وكمان فينا نتحكم بحلاوتها مثل ما كمان نحن بنحب. سكر البودرة بتعرفوا انه بحلي كتير، رح نحط معلقة منه بالوصفة ومندوق، اذا عجبنا الطعم هيك منكفي، واذا لا منزيد عليه سكر. وطبعا للتوبينج اخر شيء حبيت انا يكون عندي اليوم مربى التوت، طبعا فيكن تحطوا اي نوع مربى انتو بتحبوه، فيكن تحطوا حتى تجلو على الوجه ما في اي مشكلة حسب المتوفر عندكم. هلا خلينا نبلش بخطوتنا الاولى سوا. اول شيء بدنا نعمله هو انه نحط هالكورن فليكس بالمطحنة الكهربائية، ومنحط مع الزبدة لحتى يتماسكوا مع بعض. طبعا هون كمية الكورن فليكس حسب كم كوب بدنا نعمل، وعلى اساسه بنستعمل. هلا رح اطحن الكورن فليكس مع الزبدة بالخلاط، وبعدين بنشوف خطوتنا التالية سوا. من بعد ما طحننا الكورن فليكس مع الزبدة لحتى صاروا معنا بهيدا الشكل، اذا شايفين منهم ناعمين على الاخر بالعكس هيك اطيب واطيب، وطبعا فيكن تنعمون قد ما انتو بتحبوا، هذا الشيء بيرجع لكم. واكيد اكيد فيكن تستعملوا بسكوت بدل الكورن فليكس، بس انا حبيت اعمل شيء انه يكون سبيسيال، وبنصحكم كتير تجربوها حتطلع كتير طيبة. هلا خلينا نشوف خطوتنا التالية سوا. هلا منجيب جاط منحط فيه الجبنة الكريمي، طبعا هون كمان الكمية حسب كم كباية بتكون تعملوا، منحط الجبنة ومنحط كمان معلقة اللبنة الكبيرة، يعني إذا بتحبوا معلقتين كمان ما في أي مشكلة. وآخر شيء عنا السكر البودرة، أنا رح أحط معلقة واحدة، وعلى أساسه منشوف إذا بدنا نحط بعد أكتر أو لا. هلأ كل اللي علينا نعمله إنه هيدا الخليط اللي صار عنا هون رح نزل منيح اللبنة أنا، ورح أخلطهم بالخفاقة الكهربائية لحتى يصيروا معنا مثل خليط التشيز كيك اللي بنعملها تمام، ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي هالوصفة سوا. من بعد ما خلطناهن بالخلاط كتير منيح، شايفين كيف صار قوامهم مثل قوام التشيز كيك اللي بنعمله العادة. هلأ رح نعمل شغلة كتير مميزة، رح نحط هيدا الخليط بكيس الحلويات، ويلي ما عنده كيس الحلويات رح نجيب كيس الشفاف تبعون الفريزر، ورح نحط هيدا الخليط بقلبه، وخلينا نشوف خطوتنا اللي بعدها سوا. كل اللي رح نعمله هيدا الكيس الشفاف، رح نجيب اي كوب نحن عنا اياه، ونحط الكيس البلاستيك بقلب الكوب مثل ما شايفين، وراح نفضي كل هالخليط بقلب الكيس لحتى نقدر نستحكم نشكل التشيز كيك بقلب الكوب، منشان ما ينجوى عنا طرف الكوب، ومنشان يطلع عنا التقديم كتير مميز مثل ما عودناكم دايما. هلأ
هيدا ما بقى بدنا اياه، وهيدا مثل ما انتم شايفين صارت عنا بهيدا الشكل. هلا كل اللي علينا نعمله انه ننزل هيدا الخليط. شايفين صار عنا مثل كيس الحلويات. هلا ما قلنا الا نقصه من هون وبصير عنا جاهز لحتى نزين فيهم ونجمع هالخليط تشيز كيك. هلا صار خليط التشيز كيك جاهز، وكمان عنا خليط الكورن فليكس جاهز. هلا خلينا نشوف كيف رح نجمع هيدي المكونات سوا. اول شيء بنجيب الكيس الكريمة يلي نحنا عملناه سوا، ومنقص الطرف، وحتى لو كبرنا الفتحة مش مشكل ابدا، بالعكس احسن. تمام، بنحطه على جنب. هلا بنبلش بنجيب الكورن فليكس وبنحط بالكوب، كمان الكمية حسب ما انتو بتحبوا. في ناس بتكون بحبوا يكون الكمية البسكوت او الكورن فليكس سميكة، وفي ناس بحبوها تكون خفيفة. هلا انا بحبها تكون سميكة، وكمان منشان تبين. شايفين هلا انا كترت، اذا فينا مشي شوي. تمام، وبالنسبة للكوب الثاني نفس الشيء، بنحط كتير منيح. هاي صار معنا الكوبين فيهم الكورن فليكس. هلا بنشيل هيدا من قدامنا. كل اللي علينا نعمله انه نجيب هالكيس اللي حضرناه سوا اللي هو خليط التشيز كيك، وننزل هالخليط بقلب الكوب. وشايفين الطريقة كيف بنعملها مشان تضل حلوة ومرتبة بقلب الكباية، تعطي موديل حلو. كتير بنصحكم تجربوا هالنوع من التشيز كيك، كتير سهل وكتير سريع وببيض الوجه. ومنحط بالكوب الثاني، ويعني مكوناتها موجودة بكل بيت، يعني لبنة على طول تقريبا متوفرة، والجبنة الكريمية كمان للولاد. منحطها طبعا بالطريقة اللي نحنا منحب مثل ما شايفين. طيب هلأ كل اللي علينا نعمله انه بعد عنا التوبينج الاخير يلي هو المربى. فيكن تحطوا مربى، فيكن تحطوا اي نوع من الجلو يلي انتو بتحبوه. هلا منجيب المربى، انا بفضل مربى التوت عشان بيلبق كتير مع هالنوع من التشيز كيك. مجرد للزينة، اذا بتحبوا اكتر هيدا كل ياتو شي بيرجع لكم. رح حط بعد زيادة شوي. يا ويلي شو بتشهي، كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها بالكومنت تحت. واكيد اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة ياريت تنزلوا تشتركوا وتفعلوا الجرس، لان وصفتنا غير شكل. وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، تشيز كيك بالكبايات مثل ما شايفين، ولا اطيب وبسهولة وبمكونات موجودة بكل بيت. قدرنا نعمل اطيب تشيز كيك، سهلة وسريعة واقتصادية كمان. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق كتير بهمني اعرفه بكومنت، وكمان ياريت تعملوا شير لاصحابكم لحتى كمان هن يعطوني رأيهم بهالوصفات يلي عم نعملها سوا. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب. ميرسي.